أسعار الفراخ البيضة اليوم 10/8/2024، كيلو الفراخ البيضة عامل 78 جنيه، كيلو الفراخ البلد الحشوة الكيلو عامل 140، كيلو الفراخ البلد الرزي الكيلو عامل 135، كيلو الفراخ البلد الأحمر الساسو الكيلو عامل 115، كيلو الوراك النص فرخة الكيلو عامل 82 جنيه، وراك نص فرخة بالسلسلة كامل على بعضين، كيلو الوراك المقصفة الكيلو عامل 95 جنيه، وراك مقصفة فيها جزء بسيط من السلسلة مفيهاش ولا جلد ولا عظم زيادة، كيلو الوراك المخصوص المخلية من السلسلة الكيلو عامل 110، وراك مخصوص مخلية من السلسلة الكيلو عامل 110 مفيهاش ولا جلد ولا عظم زيادة، كيلو الدبابيس عامل 110 دبابيس صافي، الكيلو بيجي 6 دبابيس أو 7 دبابيس، الكيلو عامل 110، كيلو الوراك الحمام الكذاب الكيلو عامل 145 جنيه، وراك حمام كذاب جاهزة، وفي وراك ممكن تاخدها بالعدد اللي انت عايزه ونعملها لك احنا حمام كذاب زي ما تحب، وراك حمام كذاب جاهزة ب145، وراك ممكن تاخدها ونعمل لك حمام كذاب، كيلو البانيه عامل 190 جنيه، بانيه متقطع شرايح احمر مش شارب ميه يشرب معاك التتبيلة ويدي معاك الطعم والجودة اللي انت عاملها في التتبيلة ويزيد معاك، كيلو الشيش طاووق مصنفر من الدهون الكيلو عامل 185، معلوش اي نسبة دهون خالص، شيش طاووق، كيلو الزنجر او ستريبس البانيه الكيلو عامل 190 جنيه، طالع من موز البانيه برضو احمر مش شارب ميه يشرب معاك التتبيلة ويدي معاك الطعم والجودة اللي انت عاملها، كيلو شاورمة البانيه الكيلو عامل 190 جنيه، شاورمة بدون دهون خالص متصنفرة من الدهون، كيلو شاورمة الشيش عاملة 185، شاورمة بدون دهون خالص، شاورمة شيش طاووق أطرى وأطعم من شاورمة البانيه شوية، كيلو الأجنحة الصافي الشواية الكيلو عامل 65 جنيه، جناحات صافي شواية فيها جزء من السلسلة الكيلو عامل 65 جنيه، كيلو الكبد وقوانص الكيلو عامل 95 جنيه، كبد وقوانص، كيلو القوانص عامل 95 جنيه، وفي قوانص متصنفرة زي كده الكيلو عامل 110 معلش اي نسبة دهون خالص، كيلو الكبد صافي الكيلو عامل 110 كبد صافي، كيلو البط البلد الكيلو عامل 160 جنيه، كيلو البط المر الكيلو عامل 140، كيلو البط المسكوفي الكيلو عامل 140، كيلو البط البكيني او الفرنساوي الكيلو عامل 100 جنيه، وفي فراخ بلدي عتاق الكيلو عامل 120، كيلو الارانب الكيلو عامل 135، ارانب شمرت من كيلو ونص لغاية 2.5 كيلو، ارانب شمرت، كيلو الفراخ الامهات الكيلو عامل 75 جنيه، فراخ امهات بتاخد وقت في التسوية شوية ووزن من 4.5 لـ4 كيلو، في حمام موجود زغليل الجوز عامل 150 جنيه وسط، وفي حمام عتاق الجوز عامل 125 بياخد وقت في التسوية، زغليل 150 عتاق 125، كيلو برجر الفراخ الكيلو عامل 140 جنيه، الكيلو بيجي 18 قطعة برجر فراخ جودة وطعم بأمر الله، كيلو كفتة الفراخ متصبعة وجاهزة الكيلو عامل 150 جنيه، كفتة فراخ متصبعة وجاهزة على الشوي على طول الكيلو عامل 150 جنيه، كيلو صدق الفراخ الكيلو عامل 160، كيلو صدق الفراخ عامل 160 بأمر الله جودة وطعم، كيلو حواوشي الفراخ الكيلو عامل 130 جنيه، كيلو حواوشي الفراخ عامل 130 جنيه،